في عالم الشعر المستعار حيكون معنا الأستاذ اللي عنده تاريخ طويل جدا والأول حتى إذا نحن ما بدنا نكون مبالغين بس هو فعلا الأول بالشعر المستعار أنطوان إلياس كرم. أما بخصوص بيتكم وفرشكم والفخامة اللي بتكون موجودة بالسجاد العجمي فرح يكون معنا خبير السجاد العجمي أكبر صمدي. بتمنى أنه برامجنا تنال إعجابكم وتكون متنوعة ونكون عند حسن ظنكم. منتجات للشعر والبشرة للعناية من العوامل الطبيعية: معالجة تساقط الشعر، تمليس، إزالة التقصف وإزالة القشرة. منتجات البشرة بيعالج تجاعيد، بيعطي النضارة، بشير السواد تحت العينين، تنفخ الخدود والشفاف، بيطول الحواجب، إزالة حب الشباب، تبييض البشرة، شد البشرة وإخفاء التجاعيد. بالإضافة إنه مانع لنمو الشعر، بيطول الرموش، بنقي الجسم من
سواد وبزيل النمش والبقع بكامل الجسم. كريم بيرطب البشرة، معالجة الزيوان والتشقق، وزيت بديل للسولاريوم، كريم الأظافر بروتين نيلز، شد وتكبير ورفع الأرداف والمؤخرة، تكبير الصدر، حماية من الشمس، وبالإضافة إلى معالجة الثعلبة. بالنهاية لكل المهتمين بالمنتجات يرجى التواصل معنا على الأرقام الظاهرة على الشاشة 00961394898 أو 00961704852. مطلوب وكلاء لجميع الدول، أسعار خاصة لأصحاب الصالونات ومراكز التجميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الشيخ إدريس المغربي. تابعوني يوميا على قناة منارة العرب في برنامج ما وراء الحجاب.